إذا أنا عندي هيدي الرسمة بدي أحولها إلى 3D، إذا برجع بعيد إنه أنا عندي سيلندر كبير هون الريون 25 بده ينزل للأخير، بنفس الوقت بده يلتقي مع سيلندر فايت من هون. يعني في عندي ترو من هون بهالشكل، فايت من هون الريون اللي لها الدياميتر اللي لها 20، يعني الريون دياميتر 20، دياميتر 20 حيلتقوا هون جوا. نفس الوقت عندي هيدا السيلندر الموجود هون، هي الفتحه الموجوده هون حتلتقي مع فتحه فايته من هون وفتحه ثالثه فايته من هون. الهدف من كل هالاشياء حتى نشوف نحن كيف لما بيلتقوا، لما بيلتقي السيلندرات مع بعض والشكل حيكون. الفكره هو الواحد فيه يتخيلها، بس يكون عنده اسطل كبير داخل فيه اسطل رفيع من فوق، كيف الشكل ممكن حيكون. نجي نبلش على السريع، هنرسم نحن، نعمل طبقة. أول شيء بنفوت فورمات يونتس مثل العادي، بنحولها مليمتر، بكبس أوكي، بيجي لهون على الطبقات، بعمل كبسة اليمين نيو لاير. أنا اليوم ما هدفي أرسم 3D، هرسم أكس بس هحولها 3D، ما هدفي، ما راح ضيع وقت كثير عليها، هرسمها 3D. الأكس حيكون الخط سنتر لويد مثل العادي، بنختار السنتر. اوكي، صرنا هودي يفترض غيبا صرنا حافظينهم. نيو لاير، خلينا نقول اي شيء، البلان. اوكي، اي شيء، البلان حيكون لونه ابيض، لون الخط يعني في الطباعة اسود، والخط حيكون كونتينيوس. اوكي، بهالشكل. انا بطبقه لبنان، كيف الهدف بده ارسمها 3D؟ انا هي بقعد بطلع فيها بفكر فيها افضل طرق انه ارسمها. انا بقول اذا اخذت عن الجنب من هون 100 ب 200 ب 50 طلوع ب 100 من هالجهه، رسمت هيدا البروفايل اللي هون، هيدا البروفايل اللي هون، وعملت له اكسترود على 130. اذا عملت له اكسترود على 130 بيطلع معي الجسم شكل الجسم الزهر خالص بكل بساطه. خلينا نجربها. انا جيت على لاين، هلا انا باي طبقه؟ زيرو، بوقف بطبقه البلان. جيت هون عملت له خط طوله قد ايه؟ 200، 200 اللي هو فعليا هيد هون لهون. طلعت لفوق 100، اوكي، ورجعت فت لجوا 100، رجعت فوق 100، وعندي من هون من تحت، عندي من هون في ارتفاع 50، عملت لاين ارتفاع 50، وهذا الخط المنحني وصلته وسط. تحصيل حاصل طلع معي هيدا، طلع معي هيدا الفورم. هيدا الفورم بدي اعطيه هلا حوله 3D. قبل ما حوله 3D حعمل الفورم الفوقاني مع جنبه. كمان هيدا الفورم الفوقاني عندي 80 75، عندي من هون لهون 80 ومن هون لفوق 75. اذا شو بجي بعمل هون؟ كمان حرسمها مع جنبها، وهلا بنشوف كيف ممكن نستفيد منها. رحت 80 اتجاه اليمين، طلعت لفوق 75، فت لجوا 80، سكرتها، عملت لك لوز بهالطريقه. صار عندي هول تقريبا شكل الجسم بشكل عام صار خالص، علي اعمل ارتفاعات، هيدا بدي اعمل له ارتفاع على 130، هيدا بدي اعمل له ارتفاع يعني لجوا، المقصد فيها سماك لجوا 80. كيف ممكن نشتغلها؟ بجي على 3D فيو هون، على الايزومتريك فيو، هيدي اختفت الصوره لحتى تبين. اول شيء بدي انقل المانيو، بجي على الجير هون، حطها على 3D موديلينج، حطيتها بال 3D موديلينج. عندي هون لحتى تبين الصوره مش لازم تكون واير فريم، لازم تكون كونسبتشوال، بينت الصوره. عندي الصوره قلبتها ملون البارحه، هرجعها ابيض واسود. هلا تشوفوا كيف شو منيو بار. في عندي بالتولز هون، في بالاوبشنز، بالاوبشنز عندي بالديسبلاي هون بالكلر، اوكي، محطوطه هون بلو، حطها بلاك، رجعها مثل ما كانت. طيب ما بدي اشوف الشبك، هي طفي الشبك. اذا اتفقنا نحن انه هيدي هنعمل لها سماكي الى حدود ال 100 لجوا. طيب شو بيجي بعمل بالاول؟ اتفقنا انه بنعمل شيء اسمه باوندري، درو باوندري. اوكي، بنجي على درو، بختار باوندري، بيك بوينت، بدي هيدا اعمل باوندري لهيدا ولهيدا، بكبس انتر. لما بكبس انتر بقرب لهون، ما عم بيعمل هايلايت، احتمال انه ما زبط الباوندري بس هو زبط، احتمال انه عم بلقط الخطوط انا. طيب شو بعمل؟ بعمل ديليت لواحد من الخطوط، ديليت، صار هني في خطين فوق بعض فعليا، يعني هيدي معمول لها باوندري صار. هيدي كمان في خط هون بعمل له ديليت وبرجع مره ثانيه بقرب عليها. اوكي، تعلمت، عمل هايلايت كلها سوا.
يعني تحولت لشيء اسمه بولي لاين، والبولي لاين هو هيدا البولي لاين فعليا، هيدا البولي لاين اللي هو هيك. يعني اذا انا رسمت بهالطريقه هيدا المربع ما في داعي هالشكل، هيدا ما في داعي اعمل له باوندري لانه رسمته في البولي لاين. الشكل نفس الحالي ما في داعي اعمل له باوندري لانه هو فعليا مثل البولي لاين وحده متكامله. عملنا بولي لاين هيدا، عملنا لها باوندري، بدنا نعمل لها اكسترود. هيدا الجسم لهيدا الشكل قد ايه بده يفوت لاكسترود لجوا؟ بده يفوت 130. شو بيجي بعمل؟ اكسترود اكسترود، بيكبس عليها، بخدها من هون. ليش ما اخذتها من هون؟ لانه عم ياخذ اللاين لوحده. اخذتها من هون، اخذت كل الجسم. انتر، عم بيقول لي قد ايه بدنا نعمل اكستروشن، لا لفوق يا لتحت 130. واحد بيقول لي هيدي غير هيدا، هيدي مقلوبه على جنبها. ايه صحيح مقلوبه على جنبها، ما نحن تعلمنا كيف نوقفها. طيب هيدي نفس المبدا، بدي اقلبها هيدي، بدي اعمل لها غمق لجوا 80. كمان بيجي على الاكسترود، بكبس هون هي لقطه من هون، انتر، بعمل لها 80. طيب هلا بدنا نقلبها على جنبها حتى تصير متناسبه مع شكل في عندي روتيتد 3D. هيدي روتيتد 3D، بكبس على الجسم هيدا وعلى الجسم هيدا، انتر. في عندي الدولاب هيدا اللي هون، بثبته باي مكان. بعد ما ثبته هيدا بيجي على روتيتد 3D، ثبت الدولاب بهالمكان. في عندي الاكس واي زد، اوكي هي الريبير هي. انا الاحمر هو الاكس والاخضر هو الواي، انا بدي اقلبهم على استنادا للاكس، يعني الدولاب الاحمر بقرب ايدي عليه بصير لونه رصاصي، بعمل كليك عليه، بكتب 90 درجه، عم بيقول لي اكتب الزاويه، بكتب له 90 درجه، قلبوا اثنين سوا. طيب هلا هول الزايدين تحت فينا نعمل لهم ديليت، الزايدين تحت فينا نعمل لهم ديليت، تخفف عجقه الرسمه. فينا نلونها، دبل كليك هون عليها، مغيرها لونها، يفضل دائما نشتغل بالالوان اي لون. جينا لهون دبل كليك عليها، غيرنا لونها الثاني، القطعه الثانيه. هلا هيدي بدها تركب هون فوق، بس لنشوف وين بدها تركب. اذا قربنا على الرسمه هي هون، اذا بتركز فيها او بهالرسمه، خلينا بهيدي نشوفها، هيدي اوضح. هيدي في عندي من هون لهون في 10 فراغ، ومن هون لهون 25. بيكفي انه امسك واحدة منهم لحتى تجي مسنطرة على سطح القطعة التحتانية. حياخد لاين من هون وفوت فيه 5 10. ليه 10؟ هي 10. فبيجي لهون على الاوتوكاد، بيجي على الرسمة، بكل بساطة بيطلب لاين، بقرب ايدي لهون، بياخد بهالاتجاه، بياخذ ايدي بهالاتجاه وبكتب 10. رسم لي خط على بعد 10. طيب اذا انا هيدا البوكس هيدا اللي هون بدي امسكه من هون وركبه على هاي النقطة هون. افضل طريقة لحتى ركبه، ويمكن هي الطريقة اللي هلا وحيدة، انه امسكه من الميد بوينت اللي هون، احمله من هون، امسكه من هون، واجي ركبه على هاي النقطة. يعني النقطة اللي هون بالنص بتصير بالاكستريميتي لهيدا الخط. بكل بساطة بيجي بطلب موف، سهلة جدا. موف انتر، منين بدي امسكها؟ من هون. وين بدي ركبها؟ هون. كي ركبت، بتاكد انه ركبت مظبوطه، بتطلع فيها بالتوب فيو، بتطلع فيها بهالشكل ركبت متناسبه. ترك 10 من هون و10 من هون، ومن هون في 25، ومن هون تحت في 25. برجع على الايزومتريك فيو، اوكي عندي هيدا الجسم وهيدا الجسم، بدي اعملهم جسم واحد. في عندنا كبسه اسمها الانيون، هيدا مع هيدا، بكبس انتر. اوكي لما بيجي بكبس انا على الجسم ويتعلموا اثنين سوا، معناها انه صاروا جسم واحد. لما بكبس على الجسم وبعمل ديليت وبنحسوا اثنين سوا، صاروا جسم واحد. بما انه عملت ديليت في يعمل اندو، رجعتها. طيب هلا نبلش فيها شغل، نبلش فيها بالفرزه العريضه اللي من تحت. هيدي عندي هون في فرزه هيها، بدنا نعمله هون الفرزه هي، بدنا نعملها. كيف بدنا نعملها؟ طيب نجي لهون، كيف بدنا نعملها؟ بنجي عن سيركل، سنتر اند دايمتر، او سنتر اند دايمتر، قرب ايدنا لهون. اوكي لك شو صار عندي؟ عم بيرسم تحت، عم بيرسم تحت وجهه لتحت. في حل ثاني، انا ما بدي وجهه لتحت، بدي وجهه على هيدا السطح.
في حل، يا اما بغير اليو سي اس مثل ما تعلمنا، يا اما هو لازم يلقط البلان يفهم علي ويلقط هيدا البلان. اذا بطلب الريبير السيركل سنتر اند ديامتر بقرب ايدي لهون، اذا قربت ايدي لهون وعلم هيدا السطح يعني اخذ هيدا السطح، ما في داعي غير باليو سي اس بهالحاله. بقرب ايدي لهون وبكبس، ما فهم علي، بطلب سيركل سنتر اند ديامتر، بقرب ايدي لهون بنزلها شوي لتحت، بعده معلم السطح اللي يفترض يشتغل عليه. ليكو السيركل وين اجا وجهه؟ اجا وجهه على المسطح، ما اجا وجهه بالارض. طيب قلنا نحن دياميتر 30 او 20، هيدي ريون 30. اوكي نعمل له دبل كليك، نكبر بعد اكثر، نغير بالريون، بدل ما يكون 15 حنعمله 30، نعمله 40، نشوف 40، بعتقد هي 40 كاين. اوكي طيب هيدا يمكن يعني هلا انا بدي اعمل له، هلا خلينا نشوفها كيف بدها تصير. نجي لهون لامر الاكسترود، نجي لامر الاكسترود، بلقط السيركل، بكبس انتر وباخذه لبرا هيك بهالشكل قد ما بدك تاخذه لبرا. شو بدي اعمل هلا؟ بدي اعمل عمليه طرح. دكتور طلبت السيركل سنتر اند دياميتر، قربت ايدي لقط البلون، هيك اي بلون علم، علم هيدا البلون، قربت ايدي لهون، اجا وجه السيركل على المسطح على البلون، فهم علي هو، فهم انه بدي هيدا البلون. بس اذا انا جيت بالشكل الاول، جيت سيركل سنتر اند دياميتر وقربت ايدي هيك، شوفوا كيف اجا تحت. شو عملت انا لحتى مثل بقولوا احتلنا عليه؟ جيت عملت سيركل سنتر اند دياميتر، قربت ايدي على البلون هيدا اللي بدي اشتغل عليه، قربت ايدي عليه وقربت ايدي لهون، يعني ما طلعتها لبرا، اجا وجهه بهالشكل. اوكي قلت له 40، هيدا اخذ الريون 40، بعمله الريون، بعمله الراديوس 40. اوكي صار عندي اياه بهالشكل، وضحت؟ صح. نعيدها، نعمل اكسترو. انت بدك تحاول، اذا ما زبط معك بدك تغير اليو سي اس، بس بالمبدا فينا نعمل هي الطريقه، يعني الافضل ما نغير اليو سي اس ونلبك حالنا. عملت له اكسترود لبرا، دبل كليك عليه، غيرت له لونه، نقول حطيناه. طيب شو بدنا نعمل نحن؟ نعمل عمليه طرح، نعمل عمليه طرح، نجي للسبستراكت. سبستراكت هي هيدي، بكبس على السبستراكت، بكبس على الجسم اللي بده يبقى الجسم الاساسي، انتر، بكبس على الجسم اللي بده يروح. صارت عندي مفروزه بهالشكل، نتفرج عليها. اوكي هي مفروزه بهالشكل. اوكي طيب برجع انا كبسه يمين اكزيت، وبرجع على شو؟ على الايزومتريك فيو. نجي للفتحات اللي فوق، الفتحه اللي فوق هيدي الفتحه اللي بالسطح هون. طيب كمان نفس المبدا بس بالسطح، لانه بدي القط السنتر بدي ارسم خط مرق بالنص. اوكي هلا بيجي بطلب سيركل انا، سنتر اند دياميتر، قد ايه الدياميتر معطينا اياه فوق على السطح؟ 25 50. اوكي 50 الريون 25. جيت لهون ليكو، بس قربت ايدي لهون، هو اكتشف السطح، شوفوا تعلم تغير لونه شوي اذا السطح، اكتشف السطح حتى لو الريبير مزبوط او مش مزبوط، ما انحلت المشكله. قلت له هوني ريون 50، هيدا الريون 50. طيب هيدا الجسم، هيدا الخط فيه حوله لاكس او فيه، هلا برجع بحط اكسات، حالغي، اعمل له اكسترود، هيدا اكسترود ولقطه من هون، انتر، يمكن ما اخذته مزبوط، اكسترود، بدي القط السيركل انا، ما عم بلقط، ما عم بيعطيني السيركل، هلا لقط السيركل، انتر، وبدي وجهه نزول لتحت قد ما بدي، ما عندي مشكله، بكون خارقها للاخير. طيب هيدا بعمل دبل كليك عليه، بغير له لونه كمان، بعطيه لون ثاني. اوكي برجع بعمل عمليه سبستراكت، نفس المبدا نفس الطريقه، بطلب سبستراكت هيدا الجسم، انتر، هيدا الجسم، صارت عندي مفروزه لتحت، نتفرج عليها توب فيو، مفروزه للاخير. اوكي مفروزه للاخير، واذا غيرت بهيدي بالاوربتس هي كمان، تفرج عليها بهالشكل، شوفوا مقدوحه من هون، بين القدح من هون من تحت.
طيب وصلنا لهون. طيب كبسة اليمين اكزيت لاطلع من الاوربتس، برجع كمان على الايزومتريك فيو اللي كنت فيها. طيب هيدا هلا خليه. كمان عندي سيركل ثاني بدي يمرق من هون، سيركل ثالث من هون، نفس المبدا. طيب اذا اجيت انا طلبت سيركل انا قربت ايدي تغير اكتشفوا للسطح، هون اكتشف السطح، اكتشف السطح. ما في داعي اغير باليو سي اس. يعني صارت اسهل القصه. اوكي اجيت لهون بدي ارسم خط، خلينا نرسم خط هون مارق بنصه. من نص من ال 100 بوينت لهون ال 100 بوينت لهون. طبعا انا بدي اكون مشغل بالاوسناب ال 100 بوينت طبيعه الحال. لانه اذا مشغل ماش مشغل ال 100 بوينت ما بلاقيها. اجيت انا قلت له ارسم لي السيركل الريون قد ايه اللي له هون؟ الريون 15. اوكي؟ جيت لهون قلت له ارسم لي السيركل الريون 15. سنتر اند راديوس. وجيت لهون وقلت له الراديوس هو 15. عمل لي اياه. طيب هيدا بدي اياه يقدحه للاخير كمان، بجي على الاكسترود. اكسترود بقرب ايدي بحاول القط السيركل لوحده. حتى هيدا لما ضول السيركل يعني انا هلا لقطته للسيركل. انتر وبوجه لبرا قد ما بدي لانه هو خريقه للاخير. لو خريقه لنصها بعطيه قد ايه الدايمنشن، بس هو خريقه للاخير خلص ما عندي مشكله. طلعه لبرا بغير لونه لحتى بعطيه لون غير اللون اللي جوا هلا، بعطيه لون ثاني مثلا لنقول اعطيناه لون احمر مثلا. اوكي هلا بنجي نعمل عمليه سبستراكت. بطلب السبستراكت بكبس على الجسم الاساسي انتر على الجسم اللي بده يروح انتر. صارت مقدوحه من هالجهه كمان. طيب عندي قدح كمان من هالجهه من جهه اليمين. اوكي عندي قدح هون الريون ديس. طيب كيف بدي اعمله؟ كمان نفس المبدا باخذ لاين فيرتيكال او هوريزونتال هي ذاتها من هون لهون. اوكي بطلب سيركل اند دايمتر او سيركل اند سنتر اند راديوس. بشي لهون بقول له الريون 10. لو شوفوا كيف اكتشف السطح لوحده. اوكي ما في داعي اغير باليو سي اس. بجي لهون بالاكسترود بدي القط مين؟ السيركل هيدا الصغير. اوكي هلا هيدا باخذه لبرا كمان بغير اعطيه لون مختلف. اوكي ليش بنعمل سبستراكت؟ بكبس هيدا انتر هيدا. اوكي صار عندي اياه بهالشكل. طيب خلينا نشوفها. اوكي شوفوا كيف بهالشكل. طيب كيف بدي ارجع محل ما كنت؟ اكزيت برجع على هيدي اللي هون ايزومتريك فيو. بدي يكون التوب مبين لإلي لفوق. هي رجعت محل ما كنت. طيب هلا عندي اكسيب. انا هون بدي ركب اكسيب عليه هون. في انا هيدا الخط القطه جيبه شوي لبرا وجيبه من هون لبرا حطه بطبقه الاكسيب. الاكسيب عندي خط ثاني. اذا الاكسيب بدي اشوفهم مقطشين بشكل افضل فوت على فورمات لاين تايب مثل العادي. هيدي بتكون مخبي شو ديتيلز. بقول له كبر لي الفاكتور تاع الخطوط. طيب لاين تاني بياخذوا من هون من ال 100 بوينت هيدا كانه لاين من السنتر بيجي غرقان فيها. اوكي مش الحال. هيدا اللاين بنقله لطبقه الاكسات وبطوله شوي لبرا بعمل له ستريتش لبرا. نفس الشيء تحت حتى ما نضيع وقت. يلا على السريع هيدا مع هيدا بنحطهم وين؟ بطبقه الاكسيب وبنرسم لهم خطوط ثانيه كمان متقاطعه معهم. كمان لاين من هون على السريع من نهايه هيدا الى برا خليه لبرا دغري وبنحطه بطبقه الاكسيب. كمان في خط ثالث هون. هلا بنجي للفرز اللي هون. الفرز اللي هون عندي انا هالفرز بتبلش من الحف عرضه 50 طولها 75. طبعا عم بيعطيني طولها مش مع المنحدر. طولها يعني اذا رسمتها انا برا هي طولها الطبيعي 75. كيف برسمها؟ كيف بدي اشتغلها هيدي؟ في ارسمها برا. ارسم هلا هون على جنب لاين جيبه 50 بهالاتجاه
و75 بهالاتجاه وارجع 50 بهالاتجاه وسكره. هيدي بدي اعمل لها شيء اسمه باوندري. حتى اعمل الباوندري لازم يكون الاكس والواي مع متناسبين مع القطعه، يعني الاكس والواي بالارض. بيجي على درو، درو باوندري، بيك بوينت، بيكبس هون بقلبها، بيكبس انتر، عمل لها باوندري. بعمل ديليت لللاين اللي على الوجه، بقرب ايدي اكثر، اذا عملت هايلايت كلها سوا يعني عمل باوندري. هيدي ما بيهمني قد ايه هي فايته بالقطعه، قد ايه غمقه، ما بيهمني لانه بالنهايه بدها تخرق للاخير. كمان بعمل لها اكسترود، عشان هيك ما اعطاني اياها اكسترود، وبعمل لها قد ما بدنا لفوق. اوكي؟ طيب هيدي بغيرها لونها، خلينا نغيرها لونها، نعملها مثلا لون غامق، اوكي؟ او ناخذها هيدا غامق من تحت، اوكي؟ ناخذها لون اصفر مثلا، بس لنشوف الفرق. كيف بدي ركبها هيدي؟ بكل بساطة هي مسكها من النقطة اللي هون، ركبها على النقطة اللي هون، هالقد رسمالها. بعمل موف، بعمل موف، انتر، بيجي بمسكها من هون، بركبها وين؟ هون. اوكي؟ ركبت بقلبها. أنا بدي أعمل عملية طرح هلا، بدي أعمل سبستراكت، بطلب سبستراكت اللي هي هيدي. بكبس على الجسم الرئيسي، انتر، على الجسم اللي بده يروح، انتر. صار عندي اياها بهالشكل، تقريبا خلصت. في عندي اكسات هون، هودي بيكونوا بطبقة الاكس، بيجي مغطهم بعد اكثر. اوكي بهالشكل. اذا وين ما في ترو، يعني وين في سيركلات، وين في سيلندر، بحط اكسات. هون ما بحط اكسات. وين في فتحات مدورة على شكل سيلندر بحط اكسنت. طيب هلا خلصنا من هون، بدي اعمل كوبي عنا لهي الرسمه واعمل لها سلايس، وبدي اشوف انا لما بيلتقوا اثنين سيركل مع اثنين سيلندر مع بعض، او ترو او هول مع سيلندر، كيف الوضع بيكون. وهيدي شغله كثير مهمه لازم نفهمها بالرسم الهندسي او الرسم الصناعي. هعمل كوبي، بيجي لامر الكوبي اللي هو هيدا، كوبي، بعلم، بكبس انتر، بجيبها بحطها هون. اوكي، بدي قصها شقفتين انا، هيدي الشقفه بدي قصها شقفتين. كيف انا نقصها؟ باي امر؟ سلايس، سيلكت اوبجكت، بعلم، انتر. هلا بالسلايس تعتمد على يعني يا بدي اخذ هون، بيقول لي في عندي اكس واي، واي زد، زد اكس، ثلاث نقاط. مبدئياً هول بنستعمله نحن. أنا إذا سكينتي بدها تروح بالطول، يعني بدها تروح على محور ZX، طلع هون على الريبير، ZX، ZX رايح بهالاتجاه. فإذا أنا سكينتي بدها تروح باتجاه ZX، بختار ZX، هي ZX هيدا، بختار بهالاتجاه رايح سكينتي، يعني بمحور ZX. أوكي، بختار ZX، بقوم بيقول لي حدد لي بالضبط وين الزد اكس بده يمرق، بده يمرق بنص القطعه، وين بنص القطعه؟ هون او هون، المهم شيء بالنص. دوره على اي نقطه بالنص. طيب البوث بيقول لي بده يخلي الشقفتين، اي انتر، اصل لي اياها، خلي لي شقفه، خلي لي الشقفتين. علي انه يعمل موف بعد هيدا الجسم، رجعه لورا لتفرج عليها كيف بتصير. بيجي بتفرج عليها هلا من هون. خليني اخذها من الفرونت، خلينا نتفرج عليها، وهيدا الشيء اللي بدنا نوصل له. كيف بتصير لما انا اثنين سيلندر التقوا مع بعض؟ هيدا السيلندر الفوقاني لما التقى مع السيلندر اللي نازل نزول، طلعوا بالفورم وسبق ورسمناها دونزان بلون. هيدي رسمناها دونزان بلون، كيف بده يصير الفورم بهالشكل، من هالجهه او من هالجهه. انت تخيلها، عندك اسطل طويل وخرقوا اسطل لرفيع وعملت كوب، بده يصير عندك بهالشكل. نفس الشيء هون، هيدا السيلندر، هيدا السيلندر اللي نازل نزول التقى مع السيلندر اللي مارق من تحت، السيلندر العمودي مع السيلندر الافقي التقوا مع بعض، تحول لما التقوا تحول الى شكل ارك من هون. هيدي هي اللي بدنا نوصل لها. ونفس الشيء الترو او الهول الموجوده هون، لما خرقت السيلندر كمان عملت هيدا الفورم. يعني انت لو عم ترسمها دون زامبلون، يعني كمسطح، بدك تطلعها بهالشكل،
بدك تطلعها من خلال البروجكسيون، من خلال ثلاثة فيو وتطلعها بهالشكل. هيدا اللي بدنا نوصل له، انه كيف نحن طلعناها بهالشكل. ممكن نحط لها هالشيور، نحن ناخذ اليوسيرس، تلخبطت اليوسيرس، كثير مزعج اليوسيرس لما تتلخبط. اخذ من هون، عملت اندون لحتى اتجاوز المشكله اللي وقعت فيها. اوكي، هلا اجيت لهون، جرب حط له هالشيور من جديد. درو هاتش. اوكي، اخذ هلا، اخذ هون. بس في شويه مشاكل. اوكي، هيدا هون. طبعا هو مش الزامي انا اقعد احط له هالشير يعني، بس هي الفكره حتى نقول وين فاتت السكينه. هون بدل الاشياء نعمله 40 مثلا. اوكي، هيدي 40، ونغير لون الهالشير او خليه ابيض، خليه اصفر مثلا. اوكي، نعمل كلوز. اوكي، اضطرينا هون نغير باليو اس اس لحتى ظبطت معنا. اوكي، هيدي هي بهالشكل. اذا انا بدي ارجع كثفهم او غير النقشه، نغير النقشه، ناخذ نقشه ثانيه، بدل 40 نعملها 20، صارت بهالشكل. على كل حال اوكي،